دلوقتي نعمل مع بعض ثالث نوع فوندنت الشوكولات. اول حاجه هنعملها هنحط الزبده والشوكولاته على النار. نحطهم على نار واطية خالص ونسيحهم مع بعض. هنسيبهم على نار هادية لحد ما نبتدي نعمل الفوندنت نفسه. هنخلط البيض مع السكر لحد برضو ما يوصلوا للمرحلة اللي يعملوا فيها رقم 8 أو شريطة. وبعد كده نزود عليهم بقية المكونات. وفي الوقت اللي بيتضرب فيه البيض هبتدي احط زبدة وبودرة كاكاو علشان اغلف القوالب. دلوقتي السكر والبيض اتضربوا كويس، نختبرهم كده نشوف هيعملوا 8 ولا لا، او عملوا ولسه فوق الخليط من غير ما ينزلوا تحت. ودلوقتي ابتدي ازود عليهم بقيه المكونات اللي هي فاضل الدقيق والشوكولاته. اجيب بول عشان اقلب فيه. هنوزع الدقيق عليها. اتأكد ان الشوكولاتة مش سخنة، مظبوطة مش سخنة ولا حاجة. ابتدي انزلها شوية شوية. نقلبهم خالص مع بعض ويكونوا الخليط بتاع الشوكليت فوندنت اللي هو اكتر حاجه الناس بتحبه. ولادي هم بيطلبوا على طول الشوكليت فوندنت، مش بيطلبوا نكهه تانية خالص منه. الشوكليت فوندنت عاده بيتاكل بالفانيلا ايس كريم، بس النهارده هقدمه بالفانيلا بس الكريم اون جلاس او صوص الفانيليا. الشوكولاتة طبعا تقيلة فبتنزل لتحت، فبحاول اطلعها عشان اقلبها كويس، بس برضو بالراحة من غير ما اهبط الخليط زيادة عن اللازم. تمام كده اختلطت، ابتدي احطها في القوالب.
بعد ما املى القوالب ادخلهم الثلاجه وهطلع اللي انا عاملاهم من قبل كده وسبتهم في الثلاجه لحد ما جمدوا خالص. هدخل دول التلاجة وأجيب الجاهزين. زي ما احنا شايفين بقوا جامدين وأقدر أدخلهم الفرن. وفي الوقت اللي هما فيه بيستووا في الفرن ابتدي احضر الصوص. احط الكريمة على النار وبعدين اضرب البيض مع السكر وهزود له الكورن فلاور. ممكن احط الفانيليا من دلوقتي وابتدي اضربهم في بول لحد لونهم يبتدي بقى افتح شويه، بعدين اضيف لهم الكورن فلاور واكمل ده. احط صفار البيض مع السكر ابتدي اضربهم مع بعض. بعدين ابتدي ازود الكورن فلاور هي ابتدت تغلي. احط شويه هنا فوق خليط البيض، ادوبهم شويه وبعدين ارجع انزلهم تاني. وارجعهم تاني على النار واقلب لحد ما يبتدي يسخن شويه. كده الكريمون جلاس جاهز، احطه على جنب لحد ما ابقى جاهز استعمله. وانا برضو محضره واحد من الاول علشان يكون ساقع على طول لما اغرف بيه واجيب الطبق اللي هغرف فيه. وكمان اجيب الكريمون جلاس الجاهز من الثلاجه. واجيب معلقه احط فيها الكريم انجلاز اللي سبته يبرد في التلاجة. هفرده على الطبق. بعدين هجيب شوية الشوكولاتة اللي كانت سيحتها قبل كده علشان ازودها على فوندنت. ابتدي احط حافة. هاخد عود اسنان ابتدي
وبعدين ابتدي ادخل بالعكس. وبعدين أشيل وأحط عليها برضو شوية سكر. نقدم الشوكليت فوندنت بتاعنا، وإن شاء الله تجربوه ويعجبكم. ولو حبيتم أي وصفة من وصفات النهاردة روحوا على www.fatafeed.com هتلاقوا كل الوصفات. وأشوفكم على خيرة الله في حلقة تانية بإذن الله. حياتي بعدك جوعان؟